المخرج الكبير سمير سيف للتلفزيون من خلال مسلسل ابن موت للكاتب مجدي صابر. المسلسل بطولة خالد النبوي وعلا غانم وأحمد السعدني وهياتم وفريدة سيف النصر ومحمد نجاتي ومحمد لطفي ومنى فضالي. العمل بيناقش ظاهرة هامة وهي الهجرة غير الشرعية من خلال إلقاء الضوء على هذه التجارة وسبل خداع الناس البسيطة التي تبحث عن أي فرصة للهجرة بحثاً عن أي عمل مهما كان للهروب من الفقر والضياع اللي بتعيشوا في بلدها، إلا أنهم بيفاجئوا بالنصب عليهم ليجدوا نفسهم في البحر بلا مأوى أو أمن أو حماية. هي الأحداث حلوة قوي وحقيقية، والحقيقة أستاذ مجدي صابر ما شاء الله عليه يعني عامل ورق روائي عظيم، ومع الأستاذ سمير سيف أنا يعني سعيد جدا بالفرصة دي، ومع زميل نجم عالمي خالد وخالد النبوي وعلا وكل الوجوه الجديدة والممثلين اللي في العمل. في الحقيقة أنا سعيد جدا بالفرصة دي والعمل في شخصية زي دي، و ولسه انسنت. مفاجأة ابني موت مفاجأة متأجلة شوية كانت، إنما أعتقد إنه هيكون مسلسل مختلف شوية في حاجات كتيرة، يعني في نوعية الشخصيات في الأماكن بتاعت التصوير وكده، فأتمنى يعني إنه يكون مفاجأة سارة للمشاهدين. بتشرف ان انا اشتغل في مسلسل ابن موت تاليف استاذ مجدي صابر واخراج دكتور سمير سيف، طبعا هما الاثنين من كبار الفنانين لاي ممثل يتشرف ان هو يشتغل معاهم، واكيد بتشرف طبعا بالعمل مع خالد النبوي ومحمد لطفي مع حفظ القابهم طبعا، وهو الحقيقه اللي رشحني اساسا استاذ مجدي صابر ودكتور سمير سيف. انا بقالي كام سنه كل ما بقابله بقول له دكتور عايز اشتغل معاك هشتغل معاك، السنه دي افتكرني وده كان من حظي الحلو، وانا مش عايز احرق دوري، بس هو باختصار هو يعني ممكن نقول نموذج من النماذج اللي في مصر اللي ما خدتش حقها في التعليم، ما خدتش حقها في السكن، ما خدتش حقها من الحكومه، فبالتالي لا فلوس ولا تعليم وساكنين في عشش، فبنشوف بقى تطور الشخصيه بالمنظر ده ممكن توصل لفين في اطار ضيق ذات اليد وفي اطار قله الفلوس، بتطلع نماذج كتير جدا، بس هو يمكن هنا بيتحول للاجرام، هنشوف بقى وصلوا لفين واجرامه ازاي، بس يمكن يعني هنشوف عصابة محمد لطفي اللي أنا منها أنا عاشور، فهنشوف نموذج من النماذج اللي في المجتمع اللي الظروف بتحولهم لده وبيكونوا ضحية ظروف هم ما لهمش يد فيها. الأكشن اللي فيه ممكن يتقسم على 4 أفلام يعني، فده مخليه صعب جدا على وطن على تعدد أماكن التصوير ما بين مصر والخارج، وحتى كمان في اختراقه لطبقات مختلفة في المجتمع المصري، فالحقيقة يعني مسلسل تقيل تقيل يعني. كان نفسي بقى من زمان قوي مع أستاذ سمير، لكن الحمد لله يعني أخيرا جات، وفي دور كله أكشن وفي مشاعر كتيرة جدا وفي شخصية صعبة قوي، وربنا وفقني فيها إن شاء الله. بالنسبة للمسلسل ابن موت يعني طبعا خالد قيمة كبيرة، وإن كان يعني أنا براهن هنا على المسلسل في حد ذاته بقى، ان الموضوع نفسه في حد ذاته وكيفية صياغته وتنفيذه يمكن هو ده اللي هيكون النجم، طبعا بالإضافة إلى النجوم الموجودين خالد النبوي وعلا غانم ومحمد نجاتي وغيرهم. يعني شكلك مش مبسوط، خلاص الالتماس اترفض يعني، خلاص كده بح شكلها كام يوم وحيرحلون على مصر. ايه مالك يا عم، شكلك ولا قلقان ولا خايف؟ بقولك هيرحلونا على مصر. وانا في دي حاجه ما عملتهاش يا عم سالم، اللي عايزه المولى يكون بقى. جابر فاني تعالى معانا. عيني يا غالي،